الأدباء والشعراء هم أيضا عبروا عن غضبهم وإدانتهم لجرائم العدوان السعودي، لا سيما محرقة الصالة الكبرى شعرا في صباحية شعرية وأدبية نظمها مجلس أسرة شهداء أو أسر شهداء محرقة الصالة الكبرى بوصفها جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية. الشعر جبهة أخرى تضاف إلى جبهات الدفاع عن الوطن، ذاك ما دعا مجلس أسر شهداء الصالة الكبرى لإحياء الذكرى الأربعينية لشهداء تلك المحرقة، والتي بدأت الصباحية بقراءة الفاتحة على أرواح كل شهداء اليمن، ومن ثم تبادل الشعراء قصائدهم المنددة بتلك الجريمة والداعية إلى إيقاف العدوان السعودي القاشم على اليمن. يا فخامة الدول، أن تدمرنا نظام العائلة، أصبح قرار الحكم والسلطة عبث بيد العيال، وإحنا بعزتنا نواجه والحمولة هائلة. العز فينا كنز فطري والكرامة رأس مال، وغيرنا باع الكرامة لأجل الدنيا زائلة وحالف العدوان وأصبح عندهم عبد الريال. دور بارز لا يقل أهمية عن دور السياسة ورجال الرجال في جبهات القتال، ذاك ما تضلع به الجبهة الثقافية عموما والشعر خصوصا من محاكاة بواقع أدبي لما يعانيه الوطن والمواطن. في هذه الفترة منذ بداية العدوان ظهرت أسماء شعرية جديدة ترفض الساحة بالإبداع، اكتشفنا وكأن الشعب اليمني كله شاعر، وكأن الشعب اليمني كله مبدع، وهذا يمثل حركة مهمة بالنسبة للموثق في الجانب الأدبي وبالنسبة للموثق في الجانب السياسي والميداني. ما يمثلها الآن الإبداع والشعر يجب أن يكون واجهة. يعتبروا الشعراء والكتاب والمثقفين جبهة داخلية في حد ذاتها بالكلمة، لتوحيد الصف، للصمود، لرفض الجبهات بالقتال، للأمسيات الشعرية التي تحمس المقاتلين في جبهات وهذا كان له صدى كبير في اقتحام العمق السعودي. جريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم مهما طال عليها الزمن، حتى الاقتصاص من القتلة والمجرمين أيا كانوا وبمختلف الطرق القانونية كي يكونوا عبرة لغيرهم، ذاك ما أكدت عليه الصباحية الشعرية لأربعينية شهداء محرقة الصالة الكبرى. ما يحدث اليوم في ظل العدوان السعودي على اليمن، طبيعة الحال الكلمة حاضرة بقوة، وهي تعبر عن لحظتها وتعبر عن الحزن والمأساة والفجائع التي تحدث للإنسان اليمني داخل المجتمع اليمني. وما حدث في الصالة الكبرى طبيعة الحال كان حالة إنسانية هزت الضمير الإنساني بأجمعه، ونأمل على أن يتفاعل معنا المجتمع الدولي للانتصار لهذا الإنسان المغلوب على أمره في اليمن. الصباحية الشعرية الذي أحياها مجلس أسر شهداء المحرقة الكبرى تخللت عدد من الكلمات لعدد من منظمات المجتمع المدني المنددة بتلك الجريمة وبشاعتها، مطالبين بمحاسبة الجناة كون الجريمة ارتقت إلى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحق مدنيين في مناسبة اجتماعية لا علاقة لها بما يدور في المنطقة. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء.